الله الرحمن الرحيم عرفنا أنه تشترط في المطلقة أمور المرأة التي يراد تطليقها لا بد أن تجتمع فيها أمور واحد أن يكون الزواج بها زواجا دائميا فالزواج المؤقت ليس فيه طلاق انما هو انتهاء المده فتبين او ابراؤها من باقي المده الطلاق انما يتحقق بالمراه متزوجة المتزوج بها زواجا دائما الشرط الثاني ان تكون خالية من الحيض والنفاس فلو طلقت في احدى هاتين الحالتين كان الطلاق باطلا الشرط الثالث ان تكون في طهر غير طهر المواقعه ممكن ان تكون هذه المراه الان خاليه من الحيض والنفاس نظيفه لكن الرجل كان قد اتاها في هذا الطهر لا يمكنه ان يطلقها ويلزمه ان يصبر حتى تحيض ثم تطهر طهرا جديدا لم يواقعها فيه حينئذ يجوز طلاقها هناك روايتان كلتاهما تقول خمس خمس يطلقن على كل حال هذه خمس استثناءات واحده منهن غير المدخول بها الثانيه الحامل الثالثه الغائب عنها زوجها الرابعه الصغيره الخامسه اليائس هذه خمسه ما معنى يطلقن على كل حال يعني سواء كانت مدخولا بها طبعا في بعض الفروض اشترطنا عدم الدخول مع الدخول مع عدم الدخول مع وجود الحيض مع عدم وجود الحيض في كل الظروف يجوز تطليقهن خمسة واحدة التي لم يدخل بها شخص عقد على امرأة وقبل قبل أن يدخل بها أراد أن يطلقها كانت حائضا يصير الشكل يصير سؤال أولا يجوز العقد على المرأة الحائض إيه يجوز الآن واحد رايح يريد يعقد مرأة حاضت العقد على الحائضية صح نعم لا يجوز له أن يقاربها لكن العقد صحيح الآن هو هو لم يدخل بها يريد أن يطلقها وهي حائض يجوز لأنها لم يدخل بها هذه واحده من الخمسه اثنين الحامل المستبينه الحمل المستبينه الحمل يعني مبين انها حامل هذه يجوز تطليقها ولو كانت في حاله حيض سؤال هذا ممكن ان المراه تكون حاملا وفي نفس الوقت تكون حائضا. نعم ممكن نادرا غالبا هذا كلام يقولوه في العلم الحديث قايلين المراه في كل شهر غالب النساء تكون عندها بويضتان هاتان البويضتان اذا لم تلقحا تتحولان إلى دم يصير حيض وإذا صار التلقيح وصار نطفة ولد انعقدت نطفة ولد ينقطع الحيض عادة لأن هذا الدم يذهب إلى الجنين ربما تكون امرأة عندها مثلا يعني لقحت منها بويضة واحدة والثانيه بقيت فنزل الدم ممكن هذا نادرا ممكن وعليه الان هذه المراه حامل مستبينه الحامل اراد زوجها ان يطلقها فرضنا انها كانت حائضا في هذا الوقت يجوز ان يطلقها نعم سواء كانت غير حائض كما هو الغالب او كانت حائضه هذه تطلق على كل حال هذا الفرض الثاني الثالث الغائب عنها زوجها رجلها غائب مسافر في بلد اخر ويريد تطليقها ولا يمكنه استعلام حالها ما يقدر يعرف وضعها شنو يجوز له أن يطلق بشرط أن يمر شهر على آخر مقاربة له إياها والأحوط ثلاثة أشهر زين طلقها وهو في بلد الغربة ورجع بعد مدة سألها قالها أنا طلقتش باليوم الفلاني قالت له انها كانت حائضا في اليوم الفلاني فليكن، بما انه كان غائبا عنها وما كان يمكنه استعلام حالها يصح الطلاق، او لم يكن غائبا، كان في البلد، كان قريبا منها، لكن لسبب ما من الاسباب ما كان يمكنه استعلام حالها. قلت البارحة ذكرت مثال هذه كثيرا ما تصير المرأة زعلانة رايحة بيت أهلها وهذا الرجل يريد أن يطلقها يريد يعرف هذه الآن حائض أو نظيفة ما يقدر يوصل لمعرفة حالها ما يسمحوا له سادين عليه الخط يجوز له تطليقها هذا حكمه حكم الغائب الخامسة اليائس امرأة عمرها فوق الستين سنة الآن زوجها يريد يطلقها طبعا هذه متحيض لكن مقاربها زوجها فرضنا قبل نص ساعة قاربها الآن يقولها لها أريد أطلقك يقول لها شلون تطلق أنت قبل نص ساعة كذا مسوي يقول ثم ماذا أنت يائس المرأة اليائس يجوز تطليقها على كل حال فهذه خمس طوائف من النساء يجوز تطليقهن على كل حال مع الدخول عدم الدخول مع الحيض عدم الحيض في كل هذه الفروض يجوز تطليقهن طيب كلمه اخيره احنا قلنا بالاثناء الحامل المستبين حملها الحامل المستبين حملها يعني نبين انها حامل لو فرضنا شخصا جاء الى زوجته كانت حائضا جاء الان يريد يطلقها شافها حائض هذه المراه المفروض ما يطلقها ما يجوز ما دار بال اجرى صيغه الطلاق بعد ان اجرى صيغه الطلاق عقب شهر شهرين تبين هذه المراه حامل انكشف أنها كانت حاملا هل يمكنه أن يقول خلص هذه بما أنها كانت حاملا والحامل تطلق على كل حال إذا هذا الطلاق يمشي لا ما يمشي لماذا لأنه المفروض أن تكون حاملا مستبينة الحمل يعني حملها مبين وقت الطلاق هذه وقت الطلاق المفروض كانت في حاله حيض وما مبين الحمل والطلاق في حاله الحيض باطل فهذا الشرط مو حاصل استبانه الحمل في مثل هذه الحاله حتى لو بان انها حامل يكون الطلاق باطلا حتى لو فرض مرت فترة لكن بعد ما مبين الحمل كأن هذا شرط استبانة الحمل البقية تأتي إن شاء الله